اليمين الغموس واليمين المنعقد، ما الفارق بينهما؟ اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهي التي يحلفها الرجل بعد العصر على مال مسلم لاقتطاعه، يعني تقول أقسم بالله العظيم أن هذا المال مالي وليس بمالك، فهذه يمين الغموس تغمسك في النار. أما اليمين المنعقدة والله لا أسافر والله لا أذهب، فاليمين الغموس متعلقة بما قد فات، واليمين المنعقدة متعلقة بما هو آت.